لواء فتح احنا لك وهب احنا لك نيران والحوثي حطب ان دعانا السلم نحمل للسلام وان دعانا الحرب نلبس للركب وان حملنا للسلاح نعتز به اذا حار الباغي علينا ان وثب من كتاب تطلع شرارات اللهب تجمع الحوثي وتجلي من جلب يا كتاب الحر يا رمز الصمد شامخ الهام ومعصر الشنب قرية الفارع كانت مقبرة للطغاة الطمعين ابن اللهب الشطيبات وحبش علمتكم كيف صار الجيش كذب وثب قسما بالله يا جيش الطغاة لا نخلي الدم يطلع للنكب اليمن ملك لنا يا مجرمين يا عربي طاه كما مزن السحاب غضب الله على المتحوذين في اليمن لعنة عليهم والغضب كفتكالبتم مع الحوث على قتل أبناء اليمن شبه وشاب كما سير اليوم في قبضتنا يا عامل إيران والباقي هرب فالتحيات تحية للأسود للرجال الأبوياء أهل الرتب للعمد ردت قايد اللواء ولكل ضابط لوانا انتسب يا لواء فتح احنا لك وهب احنا لك نيران والحوثي حطب ان دعانا السلم نحمل للسلام وان دعانا الحرب نلبس للركب وان حملنا للسلاح نعتز به اذا حار الباغي علينا ان وثب من كتاب تطلع شرارات اللهب تجمع الحوثي وتجلي من جلب يا كتاب الحر يا رمز الصمود شامخ الهام ومعصر الشنب قرية الفارع كانت مقبرة للطغاة الطمعين ابن اللهب الشطيبات وحبش علمتكم كيف صار الجيش كذب وثب قسما بالله يا جيش الطغاة لا نخلي الدم يطلع للنكب اليمن ملك لنا يا مجرمين يا عربي طاه كما مزن السحاب غضب الله على المتحوذين في اليمن لعنة عليهم والغضب كفتكالبتم مع الحوثي على قتل أبناء اليمن شبه وشاب كما سير اليوم في قبضتنا يا عامل إيران والباقي هرب فالتحيات تحية للأسود للرجال الأبوياء أهل الرتب للعمد ردت قايد اللواء ولكل ضابط لوانا انتسب كلمات الشاعر علي المحيا إنتاج المكتب الإعلامي للواء فتح 84 مشاهد.